طيب أعود هنا إلى نقطة مهمة الدكتور عادل فيما يتعلق بهذه ربما هذا المثال، فكرة أن الرجل دخل البيت لابد أن يقابل أبنائه ويقابل زوجته بابتسامة، يعني هذه من ضمن الحلول، فكرة حل هذا الفتور بين الزوج والزوجة، فتور العلاقة، فكرة الصمت والخرس وغير ذلك. في المقابل ما الذي يجب على المرأة عند استقبال زوجها؟ نعم، هناك خطأ شائع في الاستقبال، وهو أن أول ما يدخل الزوج تبدأ الزوجة تحدثه بالصعوبات أو المشاكل التي صدرت من أبنائه عليها، وهذا في الحقيقة يوغر صدر الآباء على الأبناء، بل قد يجعل الأب يتصرف تصرف يعني غير مدروس في معاقبة أبنائه، والسبب أنها تفتح هذا الموضوع أول ما يدخل، أو تفتح موضوع آخر أول ما يدخل، تبدأ بطلبات نريد كذا نريد كذا نريد كذا، فتبدأ بهذا الموضوعات تجعل الرجل لا يستسيغ الدخول البيت، لا يستسيغ دخول يستصعب يستصعب ذلك ويكره. وقد يعني حدثني بعض الأزواج أنه بسبب هذه الاستقبالات الخاطئة التي تصدر من الزوجة أصبح ما يدخل إلا في آخر الليل، يقول حتى على الأقل تكون تعبت أو نامت، فيدخل بعد العمل ويخرج ولا يرجع إلا متأخر. طيب ممكن تستقبله باستقبال عاطفي، يعني ممكن هي أيضا تبتسم وترحب فيه. يقول لي أحد الأزواج، يقول تزوج من امرأة ليست من بلده، ففوجئ أنه عندما يعني دخل البيت أول ما يدخل البيت تستقبله وتخلع معطفه ويعني تعينه على خلع حتى جلكم الله الحذاء والجورب، وتبدأ معه ببعض الحركات التي يعني كأنها تريد إزالة التعب من جسد هذا الرجل بعدما جاء من العمل. هذا النوع من الاستقبال قديما كان مشهور عند أمهاتنا وجداتنا في كيفية استقبالهم للزوج ومعالجة التعب، وخاصة أنهم كانوا يسيرون على الأقدام. الكلمة الجميلة، الكلمة الحلوة، الدعاء له، يعني أنه جزاه الله خير تعب وخرج ويعني كد وكدح من أجلهم، الكلمة الطيبة تؤثر ولو كان بالدعاء اليسير فقط. الموضوعات المهمة، الموضوعات الحساسة، الموضوعات اللي تحتاج إلى حلول، هذه بعد ما يرتاح ويهدأ ويجلس ممكن تفتح، لكن ليس في الاستقبال. وإذا استقبلت المرأة زوجها بطريقة حسنة ستجد بركة هذه يعني هذا الاستقبال عليها وعلى أولادها وعلى زوجها أيضا، لأنها استطاعت أن تضفي جو السعادة على الرجل. إذا نظر إليها سرتها دكتور. نعم، وإذا نظر إليها سرت. نعم، يقول لي أحد الأزواج أنه لا يفكر أبدا أن يتزوج على زوجته. جميل. فقلت سبحان الله، يعني سبب؟ قال لأني ما خرجت من بيتي قط إلا وهي تودعني عند الباب، وما دخلت البيت قط إلا وهي تستقبلني وهي عروس في يعني في زينة كاملة. فقلت له بعد الأولاد، كان عنده 4 أطفال وقتها، قلت له بعد الإنجاب؟ قال تستقبلني هي والأولاد في أبهى صورة، حتى أولادي بملابس نظيفة. وهذه فائدة أن تقر المرأة في بيتها حتى تتفرغ في الحقيقة لتحقيق هذه المعاني العظيمة والجميلة التي تضفي السعادة عليها وعلى زوجها.